نرجع مرة ثانية للجونة وعلى هامش الفعاليات كان لأسمى شريف منير لقاء معانا وكلمتنا فيه عن موهبتها في عالم الموضة والمكياج. وهل والدها الفنان شريف منير كان ليه دور في الكارير اللي هي اختارته لنفسها؟ نجوم كتير كان لأسمى نصيب إنها تشتغل معاهم في المهرجان، وده لأن معاها فريق قوي قدرت بمساعدتهم إنها تتعامل في المهرجان مع العديد من الفنانين من داخل مصر وخارجها. لسه عاملة الممثلة مغربية اسمها نادية كوندا أمر، كان معانا دنيا صدقي عملت لأمينة خليل وريهام عبد الغفور، في سهى الخوري عملت لهند صبري، مايا عبد الحميد عملت لبسمة، ديانا حربي عملت لأروى جودة. المعروف عن أسماء إنها بتربطها بشريف منير علاقة صداقة أكتر من كونها علاقة أبوية، ولكن حبها لشريف ما أثرش عليها ورفضت إنها تدخل معاه مجال التمثيل. عشان التمثيل صعب ومجهد، أنا حتى ما بشتغلش مكياج سينما، يعني ما بنزلش افلام او كده، لانه بالنسبه لي زي اشتغل ممثله بقى، يعني بدام هخش الوسط اخش بقى ممثله، بالذات ان انا عندي بنت عندها 4 سنين ونص، فعايزه تزيد 90% من وقتي وتركيزي. لارا للاسف لسه ما اختارتش طريقها في الفن زي باقي العيله. لارا فنانه جدا، لارا مكيره على مغنيه على ممثله على كل حاجه، مش قادره اقول لك، يعني طول الوقت فنانه، طول الوقت لازم تقعد تعملي حركات وترقص. لكن كمان في ارتباط عائلي تاني هو احد اهم الاسباب في عدم دخولها الوسط الفني. قريت فتحي انا ومحمود حجازي، فمحمود حجازي ممثل برضو، يعني خلاص هنلبس دبل قريب ان شاء الله، فما ينفعش 2 ممثلين في البيت، بحس انها صعبه قوي. وواضح على اسماء حبها وايمانها الشديد بشخصيه حجازي وكمان بفنه جدا، وتفاصيل بقول له يعني انت بتدي تفاصيل في الشخصيات والحاجات، مش قادره اقول لك هو بيعمل ايه، والله العظيم عنده وحياه ربنا، مش عشان انا بحبه بس هو دي حقيقه، فانا عارفه انه هيبهدل الدنيا، استنوا بس عليه شويه. اسمى في الفتره الاخيره كان في حاله من الشد والجذب على مواقع السوشيال ميديا ليها هي وفريق عملها، بالذات بعد ادعاء الفنانه ياسمين صبري لما نسبت مكياجها وقصت شعرها لنفسها وتجاهلت فريق كامل كان مسؤول عن طلتها في افتتاح المهرجان. هو سوء تفاهم وانا ما كنتش حابه انه يوصل لكده، بس يعني الصحافه طبعا انت عارف المانشيتات والحاجات، الموضوع ابسط من كده بكتير، بس باي اول مينز لا، الموضوع وقت انه خلص خلص، ده شغلي، انا ببقى مبسوطه بشغلي ومبسوطه جدا بمهرجان والناس عامله مجهود فظيع، وانا بصراحه كنت عايزه اثبت نفسي جدا في شغلي في كل حاجه عشان ينادوني السنه الجايه واللي بعدها واللي بعدها.